حضرتك دلوقتي انت بتقولي في محافظ وفي واحد محافظ ماسك هنا ومش هنا، تيجي نشوف القضيب اللي بايظ والقطر كل ما بيجي هنا بيعطل هنا وبيطلع منه وبيوقف شارع الاقصر بالساعات والزباله اللي ما فيهوش على السكه. السكه الحديد طبعا عايزين نشوفوا لها حل عشان ما فيش رقابه ولا في اصلا بتاع مزلقانات السكه الحديد. ليه بيبقى القطر جاي والخط بيبقى مفتوح؟ تلاقي العربيات طبعا زحمه بتعمل مشكله يعني في الشارع. السكه الحديد دي طبعا عاوزين ايه؟ عايزين نشوفوا لها اي مكان، لكن وسط المناطق السكنيه هنا ما تنفعش. القطر دلوقتي بيمشي على الارض ايه؟ مش على الارض مرتين، والدنيا زحمه ومفيش بقى مرور ولا كده، والسكه واطيه زي ما انت شايف كده صورها. مفيش خدمات في السكه الحديد خالص. السكه الحديد من اول هنا لغايه المطار، من اول لغايه السعيد كلها بايظه. السكه الحديد مايله وبايظه، ملهاش يعني ما اقولكش عامله ازاي، محدش يعرف يمشي. ده لو عربيه تنيل فاهمني، واقول ايه اكتر من كده يعني. هي الزباله صراحه بيشيلوها اول باول، مفيش مشكله من نسبه الزباله. السكه الحديد دمرت ناس كتير، دخلت في الكتف الناحيه الثانيه زي كتف زي ده، دخلت ميلته وقع، دخل على المحلات ودلوقتي دخل على الكشك بتاعي. بجدد التحية بحضراتكم وبضيف النهاردة معالي محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن. هاخد ضيفه في الاستوديو محمود جمال، اتفضل. ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا عندي سؤال بس، يعني هل في علاج سريع لمشكلة المخالفات المرورية والادارية اللي موجودة في المحافظة؟ لان انا عارف ان كده كده في انتخابات رئاسية وان الفترة بالسمحة لحضرتك ان يبقى في قرارات سريعة وحاسمة. العلاج السريع بالنظام اللي حاليا بنحطه اللي هو الكاميرات المراقبة، وكاميرات المراقبة ديت احنا حاطينها مثلا على محور 26 يوليو 20 كاميرا. في كاميرات مراقبة في الميادين الرئيسية دلوقتي بتظبط الحركة، وممكن من الدقة بتاعتها بتجيب رقم العربية وبتصور السواق، فده بيعتبر مستند لتحرير المخالفة. معلش، هو في مؤشرات بتوضح اذا كان في سيوله مروريه في محافظه الجيزه ولا لا؟ لان تقريبا معظم الوقت في اوقات الذروه. هو السؤال، هل ازمه المرور ده حل تبع المحافظ ولا وزاره الداخليه؟ لا، الاداره العامه لمرور الجيزه مع المحافظه هي اللي بتقوم بمشروعات من شانها تحسين السيوله المروريه. نعم. وانا اضرب مثال، ميدان المنيب اتحسن جدا، احنا صرفنا عليه 2 مليون السنه اللي فاتت. ميدان محطه مترو البحوث اتحسنت، في منطقه الجلاء اتحسنت، في مناطق هنشتغل فيها زي مرور الوراق بنشتغل فيها حاليا، وهنشتغل في ميدان الجيزه ان احنا هنعمل حاره اضافيه عشان تاخد من الموقف مباشره. اشكرك سياده المحافظ. اخد من طلع محمد. هو قبل بس ما اقول السؤال حابب اقول رساله لحضرتك كمحافظ، الله يكون في عون حضرتك، كمواطنين في الواقع الله يكون في عوننا. احنا مش قادرين نشتكي لحد غير ان احنا نقول يا رب، ان من الواضح كده ما فيش مشكله هتتحل غير لو حضرتك مديت ايدك للشباب. الشباب اللي عملوا ثوره وشالوا راسين هيقدروا يحلوا مع حضرتك المشاكل. مش محتاجه احنا نقدر قوي نعمل اللي احنا عايزينه بالامكانيات، بس لما يكون في ايد عامله، في قلب على المحافظه. احنا عايزين نعمل، احنا محظوظين ان حضرتك معانا وعايز تشتغل، واحنا كمان مع حضرتك وممكن نوصل حاجه عايزه، بس حضرتك مد ايدك للشباب واحنا موجودين. ده قبل سؤالي بقى لحضرتك. احنا اتكلمنا على الباعه الجائلين ومشكلتهم مش عارفين نوفر لهم مكان ازاي هيشتغلوا فيه. سؤالي لحضرتك، المحلات اصلا اللي هي موجوده، المحلات اللي موجوده ليه بتاخد مكان من الشارع؟ هو ده تاثير من الحي ولا ده عشان فيه انفلات امني ولا ده عشان بعد الثوره؟ والحل هيكون ازاي؟ شكرا لحضرتك. اتفضل. هو طبعا الحل بتحجيم المكان اللي محطوط اليد عليه، كل مرحله بنقلل فيه حجم المكان لغايه ما نوصل الى الترخيص الاصلي. الترخيص الاصلي ده بيبقى كشك صغير له مسطح محدود، زي مثلا نقول الفاترينا، تحولت الفاترينا ديت الى كشك، والكشك ده زاد مع الوقت ومع عدم المتابعة من المحليات كبر جدا. عايزين نرجع بالخطوات ديت تاني، زي ما المخالفة كبرت نرجعها تاني الى ما كانت عليه من ترخيص، وده هيخلي المواطن يحس بان فيه تحسن. بدل ما نيجي نهجم على المكان
ونعمل مواجهه، والمواجهه دي فيها تعنيف، قد يكون ده مش هو الوقت المناسب ان احنا نبتدي الاجراء ده. لكن مما لا شك فيه ان احسن ان احنا نبتدي مراحل ثانيه في الاتجاه العكسي. اشكرك. اخد فاديه من الهرم وبعدين ماجد من فيصل. الو. ايوه اتفضلي يا استاذه فاديه. اتفضلي. الله يبارك. بعد اذن حضرتك، احنا سكان شارع رئيسي يصل ما بين فيصل والهرم اسمه احمد لطفي السيد، احنا متفرعين منه. الشارع ده اتفتح من 5 سنين، لا استلموا الحي، لا اتعمل له اسم، لا تحدد له مجور، اشغالات ماليه الشارع، احنا مش عارفين نسكن بقالنا 5 سنين، قهاوي، مستشفى، ابراج عامله تحت جراشات لا بتستخدم وعاملينها مخازن للمستشفى، فاحنا عايزين اي حد من الحي مهما اشتكينا ما حدش بيجي. حاضر استاذه فاتيه. ويعني ده طبعا شان وشان الشوارع الاخرى في العمرانيه، العمرانيه فيها مخالفات كتيره. والشارع ده يعني من الشوارع اللي محتاجه حملات متكرره عشان تشيل الاشغالات اللي فيه. حضرتك هتعمل ده؟ اه وانا هعمل ده. ماجد من فيصل. الو مساء الخير سياده المحافظ. مساء النور. مع حضرتك ماجد سامي من في تقسيم عمرو بن العاص الاول اللي هو في اول فيصل اللي اخر شارع احمد ماهر. انا بسالم حضرتك عن المنطقه دي، انه المنطقه دي احنا سكننا فيها من زمان وكنا متخيلين ان هي هتبقى المسموح فيها 4 ادوار وجراجات تحت. للاسف احنا المنطقه كلها لو حد دخلت ابراج بال 13 دور وال 12 دور، انا اللي جنبي يمين وشمالي 13 و12 دور، احنا 4 ادوار ماشيين قانوني. اللي على شمالي في ابراج البرج هتعمل له زراعه كثيره للعمدان، ويعني دلوقتي المفروض يشال منه ادوار لانه بيقع البياض بتاعه. دي حاجه، الابراج كلها هنا مخالفه. حضرتك شارع احمد ماهر مش مرصوف نهائي، وده شارع عمومي بيدخل لجوه، غير ان المنطقه كمان بتاعتنا مش مرصوفه وما فيهاش غاز طبيعي غاز دلوقتي، وجم علموا على العماير لكن ما فيش حد اتكلم خالص. حاضر يا استاذ ماجد اتفضل. ست لا ده المنطقه ديت هتخش بالنسبه للغاز، احنا مش شغالين في بولاق الدكرور، في عدد كبير من الوحدات وصل لها غاز، وطبعا هو برضو يعني الاستاذ ماجد بيقول انه في جم يعني وابتدوا طبعا بيعملوا المشروع ده على مراحل، فبتبتدي المرحله الاولى بالحصر عشان يعمل المشروع بتاعه الشبكه. طب الابراج المخالفه دي خلاص ما يعني ما فيش فيها، ده الحاجات المخالفات القديمه ديت خصوصا اللي هي فات عليها سنوات وراح وصلت لها المرافق، ده خلاص فات فيها السهم. طيب اخد علي الفيل من الاستوديو. مع المحافظ. مساء النور. انا اسمي علي الفيل، منسق العام لحمله خليك ايجابي كلنا شركاء في المسؤوليه. مش هاثقل عليه خالص في تكاز صغيره. الدكتور علي عبد الرحمن معالي وزير محافظ الجيزه، بعد ان اعتركت العمل العام لفتره طويله، بعد ان عاصرت مؤخرا 3 فترات حاكمه، سؤال بديهي جدا من وجهه نظرك الخاصه، متى نرى محافظين في جمهوريه مصر العربيه في الـ40 من العمر؟ بس يعني ده قرار رئيس وزراء من وجهه نظره الخاصه. لا يعني طبعا ده مهم جدا ان يبقى المحافظ سنه صغير، ده بتديله ميزه انه الحركه بتاعته بتبقى سريعه. لكن هي المشكله هنا انه المحافظ مطلوب منه انه يبقى عنده خبره كبيره عشان يقدر يسير اجهزه فنيه. فمثلا انا بجد نفسي كمهندس مدني عندي قدرة على ان انا احكم على مشروعات بتطرح في مجال الطرق، في مجال الكباري، في مجال الانارة، في مجال المعلومات ونقل المعلومات بتاعت الكاميرات والتعامل معاها. النوع ده من التقنية ومن الخلفية والخبرة السابقة بيبقى ميزة بالنسبة للمحافظ، وخصوصا ان بعض الاجهزة قد تعرض عرض غير سليم وغير حقيقي لمشروعات تكون ما هياش مطلوبة. فمن المهم ان يبقى في دراية جيدة للمحافظ، دي بتبقى مقترنة بممارسته وتجاربه السابقة. يعني الخبرة مطلوبة سيادة المحافظ، لكن في نفس الوقت قرار اختيار المحافظ ده بيبقى سياسة عامة للدولة. خلينا نقول بقى التوليفة الافضل ايه، ان يبقى المحافظ معاه من الشباب من يعاونه. نعم. وليكن مثلا في تقسيم، مثلا كل حي فيه ده 3 أو 4 من الشباب مقسم عليهم الحي الى قطاعات، ويبقى هم دول اللي بيقعدوا مع المحافظ، هو بحكم خبرته بيقدر يحكم على اقتراحاتهم.
اللي جايبينها هم من الارض من الشارع. دكتور علي حضرتك عملت ده في الجيزه؟ انا بصدد ان انا يعني انا بفكر جديا في هذا الموضوع، والموضوع ده في الحقيقه ليه مقومات جيده في انه الشباب النهارده ممكن يبقى له عمل يؤجر عليه، وفي نفس الوقت هو بيتابع عمل المحافظه كل ما يجري في المحافظه. بس حضرتك محافظه بقالك 3 سنين ما عملتش ده ليه بعد اول سنه او ثاني سنه؟ على فكره الظروف المحافظ في الفتره 3 سنوات بتبقى يعني اغلبها انك عايز تسير العمل من يوم الى يوم. طيب اخد احمد من ام المصريين وبعديه سعيد من فيصل. استاذ احمد. ايوه يا فندم. اتفضل يا حبيبي. مساء الخير يا فندم. سنوه. كنت عايز اقول للدكتور علي، سيادتك انا دلوقتي قاعد في بيت من ضمن المضارين بالزلزال، خد قرار ازاله. واخد قرار ازاله من 92. ماشي سيادتك؟ نعم. ايوه. وبعدين قرار ازاله ده تقدمت في طلب في 96 عشان البيت بتاعي وما زلت قاعد فيه لغايه وقتنا هذا. طلبوا مني جميع الطلبات، عملت محضر في الاسم وعملت وصورت كل الورق اللي طلبوه كله، ايصال كهرباء، ايصال مش عارف من 96، قعدوني 16 سنه حد سال فيا مع التردد على ايه؟ على جنوب الجيزه. وسيادتك لما تعبت اخر تعب فروحت اول ما قامت الثوره قدمت طلب سيادتك تاني بقى لي سنتين ونص دلوقتي. وطلبوا جميع الطلبات، محضر وقرار الازاله، وصل نور، وصل تليفون، صور البطاقه كله، وسيادتك انا خدمت في القوات المسلحه 37 سنه. يعني انا راجل من اعضاء القوات المسلحه 37 سنه، مدير عام في القوات المسلحه، ولغايه وقتنا هذا ما حدش سال فيا. حاضر استاذ احمد. انا طالب من وزير الاسكان مجموعه عمارات من العمارات المخصصه للايواء العاجل. زي ما اهالي الدويقه والناس اللي في المقطم بيتعرضوا لمخاطر وبيتنقلوا ل 6 اكتوبر، محافظه الجيزه عايزه لاهلها اللي من نوع بتاع المضرين من الزلازل انهم يبقى في عندهم وحدات يسكنوا فيها. فده انا بضم صوتي لصوت المواطن اللي عايز سكن اسوة بمواطني القاهرة المضرين اللي بينقلوا الى 6 اكتوبر. بس علي بيه ده انا اللي ضم صوتي كاعلامي لصوت احمد، حضرتك مسؤول وممكن تاخد قرار. لا ما يعني ما عندكش اي شقق فاضية؟ لا انا بطلب، والعمارات ديت بتتاح للمحافظة بقرار من وزير المالية اولا، لان ديت لها تمويل راح لوزارة الاسكان بنت به. نعم. وهذا التمويل في حوزة وزارة الاسكان. لما يتاح للمحافظة يبقى عايز آلية إدارية. حاليا في شقق متاحة للمحافظة؟ ولا ما عندناش في محافظة الجيزة حاليا اي شقق. احنا طيب. عايزين يبقى تحت ايدنا على الاقل الحالات الضرورة، الحالات اللي فيها يبقى في عدد من الشقق. سعيد من فيصل. السلام عليكم. صباح الله. انا عندي 68 سنه ومقدم على حته ارض مدفن بقالي اكتر من 5 سنين. ودخلت القرعه المره اللي فاتت دي في 2011 وما صدنيش الدور، وانا راجل مسن ومراتي مسنه. طب حاضر يا استاذ سعيد. ايه مش من حق كل مواطن يحصل على مدفن؟ يعني المدافن المتاحه في الجيزه كانت بتعطى كاراضي فضاء. نعم. بمسطح 20 متر مربع. نعم. لارتفاع الاسعار المدافن المتاحه سواء كانت من المجتمعات العمرانيه او من جهات اخرى حصلت مضاربه، وفي سمسره وفي حجز وبيع واصبحت تجاره بالنسبه للقطعه دي. المحافظه مؤخرا وجدت انه لما بيحصل تخصيص وفي واحد بيبني قبل التاني بياخد من حدود القطعه ديت على وبيجور على الجار. فالمحافظه ارتأت ان عندنا دلوقتي حاليا 30,000 قطعه هنطرحهم، بس هنطرحهم مبنيين في الجزء السفلي. يعني كل اللي تحت الارض هيبقى مبني. وهنطرحها مبنيه. طب لو مواطن عاوز يحصل على مدفن يعمل ايه؟ احنا هنعلن خلال اسبوعين الى ثلاثه عن فتح باب الحجز. حجز ولا قرعه برضه؟ لا لو جالنا يعني لو جالنا عدد اكبر من اللي عندنا متاح هنعمل قرعه. بس احنا عندنا صحراء كتيره، ما تقوليش في مشكله في مدفن. طب في مشكله في مسكن، ازاي ما في مشكله في مدفن؟ ما هو ده تكلفه وطرق واناره واماكن مساجد واماكن لمساكن للترابيه. يعني دي كلها خدمات. خد الطرق بس والتمهيد
والبناء الجزء السفلي. طيب اخد طلعت طارق. فين طلعت يا شباب؟ يلا اتفضل استاذ طلعت. انا كنت بستاذن المحافظ ان هو يعني علي صوتك بس. كنت بستاذن المحافظ في ان هو يعني ازاي 3 سنين وال الموازنة بتاعت المحافظة 170 مليون جنيه مفروض حضرتك كنت يعني زي ما بيقولوا كده تحارب عليها ان هي تزيد. يعني محافظة القاهرة مش معقولة، يعني محافظة الجيزة قصدي اقل من محافظة القاهرة. حضر يا استاذ طلعت، وصل السؤال. لا هي يعني من قبل الثورة وهو نفس النظام ده، في عقود لشركات اجنبية موجودة في القاهرة، وده اللي كان مكبر التزام وزارة المالية تجاه محافظة القاهرة. وكان على فكرة اسكندرية نفس الشيء، الجيزة كان فيها شركة واحدة إيطالية ودي ثابت العمل. هنطلع فاصل وبعد الفاصل لسه متواصلين مع سيادة محافظ الجيزة علي عبد الرحمن.